عن سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام، وماذا يقول فيه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمود العكازي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل فيما يرويه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيبا للشيطان. وسجود السهو واجب على الصحيح، يأثم المصلي بتركه ولكن لا تبطل صلاته، واجب على الإمام والمنفرد. أما المأموم إذا سهى في صلاته فلا يجب عليه سجود السهو، فإذا حصل السهو من إمامه وجب على المأموم أن يتابعه، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم لأن متابعة الإمام واجبة. وبالنسبة للإجابة على السؤال الذي استمعنا إليه فيما يتعلق بوقت سجود السهو، فهو محل خلاف بين الفقهاء، فقال الحنفية: محل سجود السهو وقته بعد السلام مطلقا، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه والترمذي في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه: لكل سهو سجدتان بعد السلام، وما رواه الجماعة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال المالكية: إن كان السهو لنقص حدث في الصلاة فإن سجود السهو يكون قبل السلام، وإن كان سببه الزيادة فإن موقعه يكون بعد السلام. وقال الشافعية في الجديد من مذهبهم: محل سجود السهو بين التشهد والسلام. والذي أميل إليه هو ما قال به الحنفية من أن محل السجود بعد السلام مطلقا وعلى كل حال، فالمستمع الكريم له أن يفعل هذا أو ذاك، وبالله التوفيق.